مشت زينة من ناد الشام لوحدها، لا أحذاها ولا حوالي. أنا خير إنها نطيح وتحشم الوادي وتقول لي أمه تعالي. زينب شحذاء كل شي ما أحذاها بعد أمه، كل شي ما أحذاها يمه، كل شي ما أحذاها، لا أحذاها ولا حوالي. مشت وراحت للشام، خذت الروس وراحت. سلام الله. وعطشانة لهثانة على أخواتها، إحنا نايموت لنا واحد ونسوي على أمك. هني أنا لك حجية، هني أنا لك هاي الدمعة، وهاي الدمعة يحتاج إلى توفيق، والله يحتاج إلى توفيق. يا حسين حرارة الجو هاي بشنو تذكرك؟ والله ذكرنا بمصيبة زينب، حرارة زينب ولو زينب إحساس أني بشي أكل وشرب وكل شيء موجود، بس زينب بس الصياط عليها. لا يا زينب يا ام المصايب. الراعي الرسمي لهذه المسيره هو الامام صاحب العصر والزمان. هل تتذكرونه بالطريق سلام الله عليه؟ انا عندي زياره عاشوراء يوميا صار لي سنتين، اهديها للامام، هي اللي خلتني اجي العراق. كم طفل ظل ظامي هيك جبت ايامي يا جرح لي طيب.